مساكم الله بالخير. واحدة تشوف في منامها أنها حاطة على أصابعها مناكير، سألتها أنت محافظة على الصلوات؟ قالتي. قلت النوافل؟ قالت الحمد لله. قلت هذا المعنى وصلت خير؟ شلون يا جماعة الخير جبت هذا المعنى؟ الأصابع الخمسة من معاني أنها تدل على الصلوات، تدل على الصلوات، وجودها تامة وكاملة في الرؤية يدل على المحافظة على الصلوات. بعد السؤال قالت نعم. طيب المناكير الطلاء هذا، هذا مزيد على الجمال، المرأة تضع المناكير يعني زيادة، زيادة على الحسن، زيادة جمال. إذا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالزيادة هنا المقرونة على الفرائض، الأصابع تدل على الفرائض، الزيادة تدل على زيادة النوافل، هذه تتكلم عن زيادة النوافل، والنوافل ترقع الفرائض. فكان هذا هو المعنى. وقد يعني تشوفها واحدة ثانية فيصير المعنى يختلف. ليه؟ بعد السؤال يصير يختلف. وشلون؟ لو جاوبت بجواب أنها من محافظة على الصلوات ومن محافظة على النوافل لكان المعنى يختلف. قالت أنا مضيع الصلوات، فقلت إذا أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى محافظة على الصلوات، لأن هذه خمس صلوات، وضوع يعني وضعك الطلاء المناكير عليها يدل على المناكير، مناكير منكر، مناكير، والمناكير إذا وضعت على الأظافر تحجب الوضوء، فهذا يدل على تأخير كذلك في الصلاة. فإيش اللي فرق هنا؟ اللي فرق هنا السؤال عن الحال. فأحيانا شخصيتين يرون نفس الرؤية لكن التعبير يختلف. ليه؟ لأن الحال يختلف. اتصال يقول أنا رأي رؤية ومتهول منها، يقول لي فترة والله ما نام منها، واتصلت لي على واحد وقال لي انك بتموت. اول شيء خليني اقول لكم رؤية. يقول شفت لي رؤية كني فتحت لي غرفة، يقول الغرفة هذه مكونة فيها من ثلاث درجات. يقول وانا واجي انزل معها الغرفة هذه القى اقارب المتوفين كلهم في الغرفة هذه. قالوا لي انت وينك؟ ما جيتنا، تعال تعال اجلس عندنا. يقول وانا ادخل عندهم واسكر على نفسي. يقول ودق لي على واحد يفسر، قال بتموت بعد 3 ايام او 3 اسابيع او 3 شهور او 3 سنين. يقول ابشرك عدت 3 ايام وعدت 3 اسابيع والثلاث شهور، باقي 3 سنين تكفى. استغفر الله العظيم. قلت يا ابن الحلال انك ميت وانهم ميتون، كلنا ميتين، الله يطول عمرنا وعمرك على الطاعة يا رب. يقول مير والله اني تحرها 3 سنين اتخلص. قلت لا خير ان شاء الله، خير خير. قال تكفى بشرني ريحني، ترى والله اني منام. قلت صل على النبي عليه الصلاة والسلام. وين كان الغرفة هذه؟ قال والله ما ادري، الغرفة هذه كاني اشوفها كذا ما ادري في مكان كذا. يقول دخلت فتحت غرفة وكذا نزلت 3 درجات، قلت غرفة الزيت، غرفة الزيت نفسها. قلت طيب ابسألك سؤال، انت عندك في غرفة النوم حقتك فيها صور لأقارب المتوفين؟ قال لي فيه كل صورهم. قلت وينك حاطها؟ قال في الدرج. قلت ترتيب الدرج كم؟ قال والله يمكن الثاني يمكن الثالث. قلت خلاص ان شاء الله خير. قال يعني وشو؟ قلت شفت أقارب المتوفين اللي شفتهم في هذه الغرفة، انت تشوفهم في الصور، والثلاث درجات هذا الدرج الثالث. قالوا لك وينك من زمان ما شفتنا، وانك جيت وجلست معهم انت تصورهم وتناظرهم بس. وهذا اللي انا اقوله امس، يعني لا نستعجل في مساله رؤيه نشوفها ثم نحكم على الناس انه بيموت او ما نعرف ايش، يصير التعبير شيء اخر. هذا مساله اجتهاديه، قد اصيب انا وقد اخطئ والله اعلم، لكن حال الرجل هو اللي يعني صار معناه صحيح. لكن السؤال، هل بيقع تفسير الشخص اللي فسر قال أنا بيموت بعد 3 أيام أو بعد 3 سنين؟ هو قال بعد 3 أيام وبعد 3 أسابيع وبعد 3 شهور، ما وقع هذا التفسير. يقع إذا عبر على مراد الله وقضائه وقدره. التفسير الصحيح إذا كان موافق للحال، وافق الحال أن حاط صور أقاربه المتوفين في الدرج الثالث في ألبوم، فكان هذا هو المعنى، بس ما في شيء ثاني. سبحان الله العظيم. وبس سلامتكم، أنا تراني محسس شوي داخل في راسي غبار، محسست. يلا تكلم.